بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ مع تاني محاضرة في البلد، وهون عندنا مرض اسمه الهيموفيليا. والهيموفيليا ده مرض نتيجة مشكلة في عوامل التجلط، فبيؤدي إلى بليدنج يعني نزيف. طيب تعرفه إيه؟ تعرفه عبارة عن مجموعة من الديس أوردرز، مجموعة من الخلل الموجودة في تجلط الدم. ذات از ريليتد تو اللي ليه علاقة بـ ديفيشنسي أوف أكلوتنج فاكتور، ليه علاقة بنقص عامل تجلط معين. فعلا عندنا نوعين من الهيموفيليا، هيموفيليا A وهيموفيليا B. هيموفيليا A نتيجة نقص فاكتور 8 ولازم تحفظه، والهيموفيليا B دي نتيجة نقص فاكتور 9 لازم تحفظه. تحفظه من زي دكتور يعني تعرف ان كل هيموفيليا، يعني مثلا هيموفيليا دي تعرف ان جاية نتيجة نقص فاكتور معين، اسم الفاكتور فاكتور 8. فاكتور 8 ده بتاع ايه؟ ده بتاع التجلط. فدم ناقص عمل هيموفيليا، هيموفيليا A. دم ينقص هيعمل هيموفيليا A B. تمام كده؟ تمام. طيب تاني حاجة الباثوفيسيولوجي، يعني الميكانيزم ايه اللي بيحصل في الهيموفيليا دي. اول حاجه قال لك فاكتور A وفاكتور 9 ار بلازما بروتينز، عباره عن بروتينات في البلازما مسؤولين عن تكوين الفايبرين. الفايبرين ده فايبرين كلوتس اللي هي الجلطات بتاع الفايبرين، تجلط يعني. ات سايت اوف فاسكولار انجي، عند مكان الاصابه بتاع الوعاء الدموي. انت تيجي لما تيجي تتعور او يحصل لك حاجه مش بتنزف دم، وبعد شويه الدم ده بيبدا يقف. بيقف ليه؟ لان عوامل التجلط بتكون فايبرين كلوتس، بتكون عباره عن شويه جلطات كده حوالين الحته اللي فيها تعويره، وفي الاخر الايه النزيف بيقف. تمام. طب لو نزيف ما وقفش يبقى انت مشكله عندك في عوامل التجلط. فهو عباره عن فاكتور 8 وفاكتور 9 مسؤولين عن تكوين الجلطات عند اصابه الايه الفاسكولار ايج. اصابه مين؟ اصابه الوعاء الدموي. which is marked by، ده بيتميز بايه؟ prolonged bleeding time، يعني ان bleeding time يعني ان وقت النزيف بيبقى طويل. يعني مثلا المفروض النزيف في الشخص الطبيعي مثلا يقعد من 2 ل 7 ثواني او 10 ثواني. حلو. قعد لغايه 10 ثواني والنزيف ما وقفش، قعد 15 ثانية 20 ثانية 30 ثانية، قعد دقيقة دقيقتين 3 4 10، قعد يقعد دقايق ولسه في النزيف ما وقفش كده. الراجل ده عنده مشكلة فين؟ عنده مشكلة في عامل التجلط، وبالتالي هيأدي لنزيف. تمام. طيب انت عارف ان دول مسؤولين عن التجلط، ولو ناقصين هيأدي لنزيف. طيب الكلينيكال مانيفستيشن، الاعراض بقى بتاع الهيموفيليا، اول حاجه سيفيريتي ديبندس اون اكستنت اوف ديفيشنسي اوف كوجوليشن فاكتور. بيقول لك الخطوره بتعتمد على مدى نقص عامل التجلط ده. يعني عامل التجلط ده شوف نقص قد ايه، نقص كميه، نقص 5% منه، 10%، 20%، 100%، على حسب. قال البليدنج كومز افتر ماينور تروما، يعني نزيف بيجي نتيجه ماينور تروما، يعني اصابه صغيره سبونتينوس او تلقائيا كده في حالات الايه الشديد. يعني في تلاقي الواحد لوحده كده من غير ما يتخبط ولا غير يحصل له حاجه حصل له نزيف، ده بيبقى في مشكله عامل التجلط عنده. طيب امبليكال كورد بليدنج فيو ديز افتر بيرث، يعني لو حصل الواد ده بينزف بعد الولاده على طول بايام، حصل امبليكال كورد بليدنج نزيف، يبقى في مشكله في عامل التجلط. تاني حاجه، تالت حاجه اكسسيف بليدنج فولوينج سيركمسيشن، في نزيف شديد بعد السيركمسيشن، بعد عمليه الطهاره بتاع الصبيان، والاكستراكشن الولاد دخل على سنه ولا حاجه بتلاقيه بينزف كتير. ان اورتونسلكتومي او بعد ما شال عمليه اللوز ليه بينزف كتير. لو بينزف كتير بعد الحاجات ديت ده بيدل ان الشخص ده عنده مشكله في عمليه التجلط. طيب اكسسيف بليدنج برضه نزيف شديد زي الكونتوجن، يعني كدمه او هيماتوما تجمع دموي في مكان الماينو تروما، يعني في مكان الاصابه اللي بسيطه. يعني مثلا واحد خبطك بحاجه بسيطه كده ولا حاجه، فالمفروض الخبطه ديت تقعد شويه وتخلص، او لو حصل نزيف يقعد شويه ويخلص. لا، ده حصل نزيف وزنيف شديد جدا. طيب خامس حاجه ريكورنت ميستاكسيس، تبع الواد اللي بينزف من مناخيره كتير، وبليدنج اني انترنال اوجر، تلاقي في اي نزيف في اي عضو داخلي في الجسم. هيما ارثروزس، يعني في هيما ارثروزس، يعني زي ما بيكون كده بيقول لك ايه، يعني في يعني دمويه في المفاصل، خصوصا في الني، في الركبه والالبو والكوع والمسامين المرفق. قالك the joint becomes swollen and painful، يعني المفصل ده بيبقى swollen، بينتفخ ويكبر وعامل شكل الورم، بيبقى painful، بيوجع. ده يدل ليه؟ لان دول كميه الدم اللي راحت للمنطقه دي كتيره جدا. ليه؟ لان الشخص ده ما عندوش عوامل تجلط بتوقف النزيف ده. يبقى دي الاعراض بتاع الهيموفيليا. طيب اشخص ازاي؟ اول حاجه اسسمنت فايننج، يعني في شويه اعراض كده بتظهر في الانفنسي، يعني في الاطفال الصغيرين، وفي لابوراتري ستاديز، وفي المعمل. اول حاجه في الاطفال الصغيرين، مالهم الاطفال الصغيرين دول؟ قال لك اول حاجه بيبقى عنده برولونجد بليدنج. يعني ايه برولونجد بليدنج؟ يعني زياده وقت النزيف. الواد ده بيقعد كتير بينزف كتير فولونج سيركمسيشن، بعد الايه؟ بعد عمليه الايه؟ بعد عمليه الطهاره. اما تيجي تطهر الولد، بتطهر الولد ده، بتشيل الحته طبعا الجلده اللي موجوده في البينس بتاعه،
لو يقعد مذاكر يعني وبينزف شويه كده المفروض يقف النزيف، لا ده بعد كده النزيف بيقعد ايه، يقعد شديد معاه. تاني حاجه ايكيموزس. ايكيموزس يعني ايه؟ يعني بطش حمراء نتيجه طبعا النزيف بتوجد في البون امبورمنتس عند مناطق البون زي ثرو اوت في مناطق الحياه، زي ايه؟ زي الكوع، زي الركبه، زي منطقه اللي تحت عند الكوع عند الانكل من تحت، دي بتلاقي فيها بقع حمراء كده نتيجه كميه النزيف الموجود. ممكن تلاقي سب كيوتينيوس هيمرش، نزيف تحت تحت الجلد. ممكن تلاقي هيمر ارثروزس، يعني في نزيف تحت ايه، في الجوينت، يعني في نزيف فين، في المفاصل، في جوينت بين، وجع في الجوينت، وجع في في المفصل، وستيفنس، وفي تلاقي تحس ان المفصل كده مخشب ومش عارف يتفلوه تاني كويس. ابيستاكسس، نزيف من الانف. بليدنج فروم اورال ميكوزا، في نزيف في الاورال ميكوزا يعني في الفم. دي كلها حاجات بتيجي في الاطفال الصغيرين نتيجه طبعا نقص فاكتور 8 او فاكتور 9 المسؤول عن التجلط. طيب اللابوراتوري استاذ انت عملت بقى حاجات في المعمل، قال لك فاكتور السيك، تعمل حاجه قياس للفاكتور الناقص يعني العامل الناقص بتاع التجلط، قال لك ده ريفيلز ديفيشنسي ان فاكتور، ده بيدل لو انت عملت التحليل في المعمل هتلاقي نقص فاكتور 8 او فاكتور 9. ده عشان نشخص مين، نشخص التشخيص، ناكد التشخيص ازاي، انت لقيت فاكتور 7 ناقص او 8 ناقص ده يدل ان الشخص ده عنده هيموفيليا ايه، لو لقيت فاكتور 9 ناقص يبقى عنده هيموفيليا بي. ليه؟ لان عندهم عامل من عوامل التجلط ده مش موجود. وبتعمل اختبار اسمه كوجلوشن تيست، اختبار التجلط، والسوموبلاستين تايم وقت تكوين السوموبلاستين اللي هو بتاع التجلط، والثرومبوكوليدنج تايم وقت تكوين الثرومبين اللي هو برده بتاع التجلط. دول الثلاث تيستات دول بتوع التجلط. تاني حاجه كوجلوشن سكريننج، تعمل بقى ايه، فحص عن التجلط، شوف عدد البليتلت الموجوده في الجسم الواد قد ايه، لان كل ما عدد البليتلت قليل، طبعا انت عارف البليتلت اللي هي الصفائح الدمويه هي المسؤوله عن التجلط، طب لو هي قليله يبقى بالتالي هيحصل نزيف لان البكتيريا البليتلت مش موجوده بشكل كافي. نفس الكلام بتعمل حاجه اسمها بليدنج تايم، بتعمل وقت النزيف، بتشوف النزيف ده بيتجلط في قد ايه. ده الايه ده لو انت عايز تشخص ازاي في الاطفال الصغيرين وتعمل شويه لابراتوري ستادس. طب تعالج ازاي؟ قال لك حاجه امنع ان يحصل له بليدنج، امنع الواد ده يحصل له نزيف خالص. ازاي؟ ان هو يتجنب ان هو يتعرض لاي تروما. اي تروما يعني اي اصابه، زي يوز ني بادز، تحط له كده زي ما يكون ركبه على ركبه بتاعته، حاجه كده مبطنه على ركبته بحيث لو وقع على ركبته ما يتحورش. تمام. تاني حاجه انكرج نون فايلنت سبورتس، بنقول له تلعب رياضه بس الرياضه مش عنيفه زي رياضه السباحه، وتتجنب الانترا ماسكولار انجكشن، تتجنب ان انت تديله حقن عضل، عند كيرف دنتال هايجين، و ما تيجي ويكون ليه رعايه باسنانه بحرص جدا، يعني اسنانه يرعاها بحرص، كل يوم يغسل اللي يغسل اسنانه بالفرشه، وتكون فرشه ناعمه مش فرشه خشنه عشان ما تعوروش. لو هو هيخلع سنه ولا حاجه تستخدم ادوات معقمه وحاجات ما تخليش النزيف كتير. طيب ما دي اول حاجه. تاني حاجه افويد الاسبرين اند نون ستيرويد انتي فايرال، تتجنب الاسبرين لان الاسبرين ده بيعمل سيوله، وانتي نون ستيرويد انتي فايرال دوكس، والادويه اللي هي الاسترويد اللي هي اسمها النسايد اللي احنا عارفينها يعني، خدناها في الفارما في سنه اولى. المهم تجنب الادويه ديت ليه؟ عشان الادويه دي بتعمل سيوله، وانت اصلا عندك هو عنده سيوله من اصله نتيجه نقص عوامل التجلط، فيدي له كمان انت ادويه بتعمل سيوله، ما ينفعش طبعا. قالك في سيرجري از ريكومندد، يعني لو حصل ان انت هتعمل له عمليه، بيرفورم اندر ريبليسمنت ثيرابي، يعني اعمل العمليه ديت تحت ريبليسمنت ثيرابي، علاج بديلي، علاج استبدالي، يعني حصل له مشكله ولا حاجه في العمليات بليدنج، تبقى انت مجهز كياس دم، لو حصل مشكله مش عارف ايه تجهز وهكذا. رقم 2 لوكر تريتمنت في الايمار سيروزس. الايمار سيروزس اللي هي النزيف الموجود في الجوينتس في المفاصل. قال لك لو هي اكوت ستيج، حاله اكوت، حاله حاده يعني، قال لك ايموبلايزيشن اوف الجوينت اند ايس باك وانالجيزك، يعني ما تحركش الجوينت اللي فيه النزيف ده المفصل ده وتحط عليه تلج وتعمل له انالجيزك، يعني مسكن، اديله مسكن عشان الوجع. بعد كده لوكال هيت اند فيسيوثيرابي، لان انت تحط له حاجات سخنه على ركبته وتوديه للعلاج الطبيعي عشان تمنع الاستفنس، التخشيبه بتاع الايه؟ بتاع الرجل، لان الرجل تحس انها مخشبه مش عارفه تتحرك، فهو لازم العلاج الطبيعي يقعد يحركها لك كذا مره كده عشان تفك. اند ديفورمتي، وتمنع ان يحصل له ديفورمتي، يعني خلل في عضوه او خلل في المفصل اللي هو فيه مشكله. تمام؟ طيب. لونج تيرم بروفلاكتيك ثيرابي، دي بقى علاج وقائي لونج تيرم طويل المدى. تدي له ريكومبيننت فاكتور 8 و 9، يعني هتدي له فاكتور 8 و 9 في العلاج. ليه؟ عشان تمام، دي فاكتور 8 وفاكتور 9 لو هو عنده سيفير هيموفيليا، لان انت عندك نقص في الاثنين دول، لما الاثنين دول يبقوا ناقصين اديهم من بره. كونسنتريتد انكريز، دي حاجه اسمها
بتقول حاجه اسمها انترانيزال فورم اوف ديس موبريسين اسيتيت، ماده كده بتديها عن طريق الانف تو ريليز اندوجينسلي بروديوس فاكتور فاكتور 8 وفاكتور ايه وان المالد ايه هيموفيليا. يعني لو الشخص ده عنده لو عنده هيموفيليا ايه يعني عنده نقص في الفاكتور رقم 8 فبعمل ايه بديله حاجه كده اسمها اندوسموبريسين اسيتيت بيديله عن طريق الانف وبيكون مركزه. اما بيديله عن طريق الانف بيعمل ايه ده بيؤدي الى ريليز يعني افراز اندوجينال بروديوس افراز الفاكتور 8 ده من جوه الجسم فما يتفرز كتير فيعوض النقص اللي موجود فين فيعوض النقص اللي موجود عند الطفل ده. تمام. يبقى الهيموفيليا حاجه سهله خالص، مشكلتها ايه ان في فاكتور ناقص يبقى فاكتور 8 وفاكتور 10 ودي بتيجي في الامتحان كتير يقول لك فاكتور 8 ناقص يعمل لك هيموفيليا ايه فاكتور 9 ناقص يعمل لك هيموفيليا بي. طب لو جالك في الام اس كيو يقول لك هيموفيليا ايه ديت جاي نتيجه نقص ايه هتقول له فاكتور 8، نفس الكلام هيموفيليا بي لو جاي نتيجه نقص ايه فاكتور ايه 9 وحصل ايه والاعراض واللي ازاي تشخص وتعالج. طيب في حاجه اسمها اللوكيميا، اللوكيميا ديت بقى دي مشكله يعني خطيره جدا في البلد اللي هو عباره عن مرض مالجننت، مرض زي الكانسر عامل شكل الكانسر ده سرطان الدم. اللوكيميا ديت سرطان الدم عباره عن ايه؟ عباره عن جروب في مالجننت ديزيز يعني مرض مالجننت يعني مرض خبيث اوف البلد للدم فورمنج تشو اند ليمفاتيك بيكون انسجه ولمفخسان انسجه لمفاويه بيتميز بيه بروليفريشن اوف اماتور وبل سيلز بومر. يعني ايه بروليفريشن؟ يعني ان بروليفريشن يعني تكاثر كرات الدم البيضاء الاماتور الغير ناضجه في البومر. تمام. فحصل انتشار او تكاثر كرات الدم البيضاء ديت موجوده في البومر في ايه؟ في النخاع العظمي. فالاماتور غير ناضجه ديت بتؤدي الى بقى بتمشي في الجسم فبيض الجسم خالص. طيب ايه اللي بيحصل؟ قال لك اللوكيميا مي افكت ريد بلاد سيلز، يعني ممكن اللوكيميا دي بتاثر على الريد بلاد كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والبليتلت. في الهيلث شايت في الطفل اللي هو سليم ايه اللي بيحصل بقى يا معلم؟ قال لك البون مارو ميكس بلاد ستيم سيلز، يعني بيخلي الخلايا الجذعيه بتاع كرات بتاع نخاع العظم اللي هي الاماتيور اسمها بلاد ستيم سيلز اللي هي الاماتيور خلايا الايه؟ اللي غير ناضجه. ذات بيكامز ماتيور اللي بتصبح ناضجه بلاد سيلز اوفر تايم. يبقى انت عندك الطفل اللي بيحصل في البون مارو بتاع نخاع العظم الطفل السليم بيحصل له ايه؟ الخلايا اللي كانت غير ناضجه اللي اسمها ستيم سيلز بعد كده بتتحول بمرور الوقت وتبقى خلايا ناضجه في الجسم. حلو. عشان تؤدي وظيفتها. طيب البلاد ستيم سيل اللي خلايا الجذعيه الغير ناضجه ديت مي بيكم ممكن تظهر حاجه اسمها مايلويد ستيم سيل اور ليمفويد ستيم سيل. طيب المايلويد ستيم سيل ديت بتتحول الى ده اسم الخلايا يعني اللي تحولت لها بتتحول الى واحد او ثلاثه من الانواع التاتيه. المايلويد ستيم سيل اللي هي بتتحول الى يا اما ريد بلاد سيلز اللي هي كرات الدم الحمراء وكرات الدم الحمراء طبعا بتحمل الاكسجين على دماغها عن طريق الهيموجلوبين ومواد ثانيه تقول تشو يعني مواد تانية بتروح برضو للأنسجة بتاع الجسم. تاني حاجة يا اما بتتحول لبليتلت صفائح دم ودي مسؤولة طبعا عن تجلط الدم ووقف النزيف يا اما تتحمل الى ولاد بلاد سيلز كرات دم بيضاء ودي مسؤولة عن ان هي تحارب الانفكشن والديزيز. تمام. ديت مين؟ ديت المايلويد سيل. يبقى المايلويد سيل دهيت ستيم سيل دي اهي عشان انا كده لوحدها بتتحول لثلاث انواع كرات دم حمراء صفائح دمويه كرات دم ايه بيضاء بقى نوع لا لمفود ستيم سيل. الفود ستيم سيل دي بيحصل لها ايه؟ قال لك بيحصل لها ان هي ايه؟ بيكام ا ليمفوبلاست سيل الخلايا الليمفاويه انزين وان اوف 3 تايب اوف ليمفوسايت بتحول الى خلايا ليمفاويه والخلايا الليمفاويه دي عندنا ثلاث انواع اللي هم ثلاث انواع بتوع بلاد بلاد سيلز البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت والناتشر كيرل سيلز. دول ثلاث انواع خلايا بتوع بتوع الايه؟ بتوع بلاد سيلز. طيب قال لك البي ليمفوسايت وظيفتها ايه؟ ده ميكس الانتي بودي تو هيلب فايت انفكشن، يعني ده بيصنع اجسام مضاده عشان يحارب الانفكشن. يبقى دي اول حاجه ان هي بتحارب الانفكشن، بتكون اجسام مضاده عشان يحارب الانفكشن. طب تي ليمفوسايت مالها؟ قال لك دي بتساعد البي ليمفوسايت، يعني ديت بتساعد ديت بتساعد دي بتساعدها في ايه؟ ان هي تصنع الانتي بودز. ليه؟ عشان تحارب الانفكشن. طيب ناتشورال كيلر سيلز دي اتاك دي اللي بتهاجم الكانسر سيلز، خلايا بتاع السرطان والفيروسات. حلو حلو. يبقى انت عندك نوعين من الخلايا اللي طالعه من الستيم سيل اللي هي دي اللي هي الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه دي عندنا نوعين مايلويد ستيم سيل ولمفويد ستيم سيل. المايلويد ستيم سيل بتحول الى ايه؟ ريد بلاد سيلز وبليتلت وكرات دم بيضاء.
والليمفوسيم سيل بتحول الى ثلاث انواع بتوع اولاد قرنيه الدم، بيلاقي ثلاث انواع بي ليمفوسايت، تي ليمفوسايت 12 كيلو، بي ليمفوسايت بتصنع اجسام مضاده عشان تحارب الانفكشن، التي ليمفوسايت بتساعد البي ليمفوسايت عشان تصنع انتي بوديز اجسام مضاده عشان تحارب الانفكشن، 12 كيلو سيلز دي بتهاجم الفيروسات والكانسر. طيب كده خلصنا الطبيعي، يعني الشخص الولد الطبيعي المولود طبيعي. طب الولد بقى لو عنده اكيوت ليوكيميا، اهي ان تشايلد ان اكيوت ليمفويد ليوكيميا، عنده مشكله او سرطان الدم ده، قالك يبقى تو ميني ستيم سيلز، خلايا جذعيه اللي هي كانت غير ناضجه ديت بكم لنف بلاسس، بتتحول الى لنف بلاسس اللي احنا قلناها دي، وتتحول لبي لنفوسايت اللي هي دي او تي لنفوسايت او اللي هي اللي تحتها دي، كتير كميه كبيره جدا منها. بعد كده اللي بيحصل قالك ذا سيلز دونت ورك لايك نورمال، يعني الخلايا مش بتعمل زي الخلايا الطبيعيه للنفوسايت، اند ار نوت ايبل تو فايت انفكشن، ومش قادره ان هي تحارب الانفكشن العدوى فيري ويل، يعني كويس. يبقى ايه اللي حصل؟ حصل ان كميه كبيره من الخلايا الجذعيه اللي هي غير ناضجه اتحولت الى لنفوبلاستس اللي هو بقى البي لنفوسايت لنفوسايت، وانت عارف طبعا البي لنفوسايت لنفوسايت دي بتحارب العدوى. فاما الخلايا دي اتحولت كتير قوي قوي كده، حصل ان البي لنفوسايت لنفوسايت مش قادره تحارب الايه؟ العدوى، وبالتالي هيحصل مشكله في المناعه بتاع الجسم. قال لك هذه الخلايا ار كانسر سيلز، هذه الخلايا اللي هي البي لنفوسايت الكتيره قوي ديت والستيم سيل الكتيره قوي ديت اسمها كانسر سيل، يعني خلايا ايه؟ خلايا سرطانيه. تمام؟ طيب اللي هي اللوكيميا. Also the number of leukemia cells، بقول لك ايضا عدد خلايا السرطان بتاع الدم ده increase in the blood، عدد الخلايا بتزيد في الدم والبون مارو والايه؟ والوعاء الايه؟ واللي اسمه ده النخاع العظم. تمام؟ بتزيد قوي قوي فين؟ في الدم وفي البون مارو. There is less room for healthy white cells، بقول لك مفيش اي فرصه او مفيش اي غرفه للخلايا الطبيعيه اللي هي البيضه، يعني الخلايا البيضه اللي هي الهيلثي الصحيه ما لهاش مكان تقف فيه فبتموت. ومين اللي بينتشر؟ الخلايا الغير طبيعيه اللي هي الخلايا بتاع الكانسر. نفس الكلام مفيش اي مكان للخلايا البيضه والخلايا الحمراء والخلايا البليتت، فالعيان ده بيبقى عنده خلايا طبيعيه اللي هي الحمراء والبيضه والبليتت ما بقاش موجوده خالص، وتبقى ما لهاش مكان فبتموت. ده هيؤدي لايه؟ ده هيؤدي طبعا العدوى، لان طبعا الشخص ده بقى عنده نقص في كميه الاب بلاد سيلز، يعني كرات الدم البيضاء الطبيعيه، فبالتالي هيجي له انفكشن عدوى لانه مناعته قليله. ولو نقصت الاوريد بلاد سيلز اللي كرات الدم الحمراء بالتالي هيؤدي الى انيميا، ولو البليتت نقص اللي هي بتاع التجلط هيجي له الى ايزي بليدنج، هيؤدي الى نزيف. فانت عندك الكميات الطبيعيه من كرات الدم الحمراء والبيضاء والبليتت اما تنقص هيعمل لك مشاكل زي انفكشن انيميا والنزيف السهل. ليه؟ لان الخلايا السرطانيه هي اللي انتشرت، هي اللي مشيت في الجسم، فمشي في الجسم بوظت كل حاجه وبوظت بما فيهم كمان الخلايا الطبيعيه. يبقى ده اللي بيحصل في عيان الليوكيميا، عيان السرطان. طيب ايه العوامل اللي بتؤدي الى اكيوت ليمفويد ليوكيميا؟ ايه العوامل اللي بتؤدي الى سرطان الدم ده؟ اول حاجه بينج اكسبوست اكس ري بيفور بيرث، الواد ده الطفل اتعرض لاشعه قبل الولاده، يعني هو في بطن امه. عشان كده بقول للست الحامل ما تتعرضيش لاي اشعه، ممكن تعملي سونار ماشي لكن اشعه لا. طيب تاني حاجه بينج اكسبوست راديش، اتعرض للاشعه الاشعاع او باست تريتمنت وكيموثيرابي، او اتعرض قبل كده لعلاج الكيماوي، او عنده سيرتن جينيك كونديشنز، عنده حالات جينيه مشاكل جينيه، يعني زي داون سندروم او مرض اسمه نيوروفايبرناتوزيس، يعني تليف في الالياف بتاع الاعصاب النوع الاولاني، وفي مرض كمان اسمه كونستيتيوشنال ميس ماتش ريبير ديفيشنسي، ده في مشكله في الدي ان اي بتاع الطفل ده، قال لك ميوتيشن في طفرات في بعض الجينات ذات ستوب الدي ان اي فورم، يعني اللي بتوقف تكوين الدي ان اي ريبيرنج اتسيلف، يعني ايه ريبيرنج اتسيلف؟ ان هو يعمل ريبير. يعني ايه ريبير؟ يعني يكون عندنا طبعا عندنا القالب الاب والقالب اللي هو المستنسخ لازم يكون واقفين قصاد بعض، حصل بقى ان الجينات اللي بتكون الكلام ده حصل فيها مشكله، ده يؤدي لايه بقى؟ يؤدي لجروس اوف الكانسرز ات ان ستيج. يعني ايه جروس اوف الكانسر ات ان ايج؟ يعني نمو الخلايا السرطانيه في سن مبكر، فالواد يجي له سرطان في سن مبكر. اللي احنا عارفينها بقى ايه؟ السرطان اللي بيجي للاطفال الصغيرين دول زي 37 57 53 57 مشاكل كتيره جدا جدا جدا، وعلاج الكيماوي وعلاج اللي هو بتاع الاورام ده غالي جدا، فما ينفعش العيان يشيله لوحده، لازم الدوله تشيل عنه. تمام؟ طيب خامس حاجه من العوامل برضو في شويه تغيرات معينه كده في الكروموزومات او الجينات برضو ليها علاقه بالدي ان اي. يبقى عندنا تعرض للاكس راي، تعرض للاشعاع، تعرض للكيموثيرابي، في شويه مشاكل جينيه ومن ضمنها برضو الكروموزومات الجينيه، دي العوامل بتؤدي الى اكوت ليمفويد لوكيميا. طب الاعراض؟ قال لك الاعراض دي بتبقى عنده فيفر زياده في درجه الحراره، عنده بريوسنج ايزي بريوسنج، يعني عنده كدمه بس
وعنده نزيف، عنده بتيجي نقط حمراء كده بتبقى عباره عن فلات بين بوينت، النقط دي بتبقى مسطحه بين بوينت عامله شكل النقط الصغننه ريد دارك ريد سبوتس لونها احمر غامق تحت الجلد بتدي لا بليدنج بجاي نتيجه البليدنج. وطبعا عنده بون وجوينت بين، عنده وجع في المفاصل ووجع في البون في العظم بالليس لامبس ان النك، لامبس يعني في نتوءات كده او زي ما يكون كده اورام صغيره كده طلع في الايه في النك والاندر ار في النك من الرقبه اندر ارم تحت الارم وستومك في المعده والفلجرون في منطقه العين. ايه تاني قال لك بين اور فيلينج اوف فولنس بيلور ريبس، تحس ان في وجع تحت الريبس تحت الدروع او فيلينج اوف فولنس تحس ان هو تحت الدروع ده منتفخ في حاجه في الدنيا نفخاني من تحت. في ضعف في فيلينج تايرد شعور بالتايرد تعبان يعني لوكنج بيل وحاسس ان هو بيل يعني شاحب. واخر حاجه لوس اوف ابيتايت ايه فقدان الشهيه. يبقى ديت ايه ديت علامات او اعراض سرطان الدم. طيب كلاسيفيكيشن بنقسم سرطان الدم ده على حسب البريفيلنس طيب على حسب نوع الخليه البريفيلنت اللي هي المنتشره ومستوى الماتشورتي ومستوى النضج بتاع الخليه زي وهي لينفو لينفو ديت بتشير الى لينفويد يعني الخلايا اللمفاويه او لينفاتيك سيستم اللي هو الجهاز اللمفاوي. مايلو دي بتشير الى البون مارو، بون مارو يعني ايه؟ يعني النخاع العظمي. وبلاستيك اند اكيوت دي بتشير الى الماتور سيلز خلايا غير ناضجه. سيستيك وكرونيك دي بتشير الى ماتور سيلز يعني خلايا ناضجه. يعني ايه برضو؟ يعني كل كلمه من ديت ليها معنى. لينفو معناها لينفويد او لينفاتيك سيستم. مايلو معناها بون مارو، معناها بون مارو يعني ايه؟ يعني نخاع عظمي. بلاستيك واكوت معناها ماتور سيلز وسيستك وكرونيك معناها ماتور سيلز. طيب عندنا نوعين من الـ من الـ من اللي اسمه ده من سرطان الدم اسمه اكيوت ليمفويد لوكيميا وده المشهور اللي بيجي في الاطفال والتاني اسمه اكيوت نال ليمفويد لوكيميا اللي هو اي ان ال ال او اسمه الثاني مايلو جينياس لوكيميا. تمام كده يبقى دول النوعين بتوع مين؟ بتوع سرطان الايه الدم. طيب اشخص ازاي؟ اول حاجه تعمل فيزيكال اكزام اند هيستوري، تفحص الطفل ده وتاخد من امه شويه معلومات عنه، تعمل له شيست اكس راي اشعه على الصدر كومبليت بلاد كاونت، تعمل له صوره دم كامله والديفرنشال يعني الديفرنشال يعني كرات دم كلها. دي عباره عن ايه؟ بروسيجور عباره عن اجراء بنعمله ان هو سامبل اوف بلاد، ناخد عينه من الدم عند تشيك ذا فلوس اوف فولوم وبنفحصها، بنفحص فيها ايه بقى؟ عدد مين؟ كرات الدم الحمراء والبليتلت اللي اسمها ديت اللي هي الصفائح الدمويه وكرات الدم البيضاء، وبنشوف كميه الهيموجلوبين عنده قد ايه اللي هو البروتين طبعا اللي بيحمل الاكسجين الموجود في كرات الدم الحمراء. تمام يبقى نشوف كميه الهيموجلوبين وعدد كل كرات الدم دي وجزء اوف سامبل ميد اب اوف ريد بلاد سيلز، بنشوف جزء من السم العينه ديت بنشوف فيها الريبلد سيلز لوحدها نجيبها كده ونشوف الريبلد سيلز فيها ايه وعامله ايه وهكذا. هو ديت تالت تيست بنعمله. بلاد كيميري ستاديز ديت دراسات كيميائيه للبلاد، ده لك عباره عن اجراء من اوتش بلاد سم، بناخد عينه وبنفحصها عشان نقيس كميه مواد معينه ريليز بتخرج بتروح الدم عن طريق الاعضاء والتش ان ذا بودي، يعني في مواد معينه كده بتطلع من الانسجه بتطلع من الاعضاء بتروح الدم، المواد دي بنشوفها طلعت ولا لا، لو طلعت يبقى في مشكله وفي سرطان، ما طلعتش يبقى خلاص ان انيوجوال يعني وهي غير عاديه هتلاقي هاير اور لوور ذان نورمال، هتلاقي المواد ديت يا اما عاليه قوي 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 عن طبيعتها يا اما المواد ديت واطيه واطيه قوي عن طبيعتها. تمام كميه الاماونت اوف السبستانس كان بي ا ساين اوف ديزيز، يعني كميه المواد ديت اللي هي بتطلع بتروح في الدم ديت علامه للديزيز عامله من مرض، فانت حضرتك بتشوف المواد ديت طلعت ولا لا، لو طلعت في الجسم بتشوف كميتها قد ايه سواء عاليه قوي او واطيه قوي دي بيبقى فيه مشكله، لو هي لكن هي لو في النورمال او في الطبيعي يبقى دي مفيش مشكله. تاني حاجه خامس حاجه بون مارو اسبيريشن اند بيبس، بتاخد عينه من البون مارو وتشوفها، قال لك ريموفال اوف بون مارو يعني بتشيل البون مارو اند سمول بيس اوف بون وحته من العظم باي انسيرتنج ا هولو نيدل، بتحط ابره جوه البون مارو اللي هو نخاع العظم انتو الهيب بون اور بريستو بون، تحط السرنجه دي يا اما في عظمه الفخذ يا اما في عظمه الشيست بريست اللي عند الصدر. تمام طيب الثدي يعني طب تحط ابره كده وتاخد منها وتاخد عينه من جوه من البون مارو. تمام وتاخد حته عظمه كده وتفحصها عشان نشوف المشكله فين. الباثولوجيست اللي هو الدكتور بتاع الباثولوجي اللي هو بتاع الامراض فيو ذا بون مارو بيشوف نخاع العظم ده
اند البون اندر الميكروسكوب وشوف حته البون اللي انت خدتها دي تحت الميكروسكوب تو لوك فور ساينز اوف كانسر عشان تشوف علامات الكانسر. يعني من الاخر كده تاخد عينه من البون مره بتاع العين ده وتحطها تحت الميكروسكوب, تاخد نفس الكلام عضميه وتحطها تحت الميكروسكوب, والدكتور اللي هو متخصص اللي هو بتاع الباثولوجي اللي هو بتاع الامراض بيشوف اللي هو بتاع التحاليل يعني بيشوفها تحت الميكروسكوب هل دي علامات كانسر علامات سرطان ولا لا. طيب ده ايه خامس تيست. سادس تيست او سادس اختبار عندنا اللي هو الميونو فينوتايبنج. ده عباره عن ايه؟ اختبار بنعمله في المعمل اللي بيحصل الانتيجنز والماركرز اون ذا سيرفيس اوف البلد, يعني العلامات الموجوده على سطح الدم او البون مارو سيل او الموجوده على الخليه بتاع نخاع العظم ار تشيكت, بنفحصها عشان نشوف هل زي ار ليمفوسايت اور مايلويد سيلز, هل موجود ليمفوسايت او مايلويد سيلز. تمام كده, يعني بنشوف الانتيجنز يعني الحاجات اللي موجوده على السطح بتاع كرات الدم اللي موجوده في البون مارو نخاع العظم تمام او على الدم نفسه, بنشوف الخلايا اللي موجوده دي نوعها ايه, هل هي ليمفوسايت ولا مايلويد سيلز ولا ايه. تمام ده ايه سادس اختبار. لمبر بانكشر بتاخد ايه فحص كده في لمبر بانكشر, يعني بتدخل ابره عند الفقرات وتاخد من تاخد عينه من السائل اللي موجود في الفقرات ده. تمام وادي ايه ده الصوره بتاع الفقرات. تمام هتلاقي دي الصوره ايه, تحط الابره كده في الظهر بتاع الطفل وتاخد عينه. نفس الكلام دي العينه اللي هي ديت العينه اللي بناخدها من الدم وبناخدها من البون عشان نفحصها تحت الميكروسكوب. طيب عاج ازاي وضع عنده اكيوت ليمفويد لوكيميا او سرطان الدم؟ قالك سرطان الدم ده بيتقسم لثلاث مراحل, حاجه اسمها ريميشن اندكشن, حاجه اسمها كونسوليديشن او انتنسيفيكيشن, حاجه اسمها مينتنس. دي ثلاث مراحل اللي بنعالج فيهم الطفل اللي هو عنده اكيوت ليمفويد لوكيميا. طيب اول حاجه اللي هي ريميشن اندكشن دي قالك اول مرحله من العلاج بنعمل فيها ايه, قالك الهدف منها ان انت تقتل الليوكيميا زي الهدف منها ان انت تقتل الخلايا بتاع السرطانيه ديت في البلاد في الدم وفي البون مارو. This puts the leukemia into remission, يعني ده بيحط الكانسر اللي هو الليوكيميا دي كانسر الدم يعني into remission يعني الاستشفاء. انت لو قتلت الخلايا بتاع الكانسر واللي موجوده في الدم وفي البون مارو حضرتك الطفل ده هيبدا ان هو اعراضه تقل ويبدا ان هو يخف لو انت قعدت تقتل في البكتيريا دي في الخلايا دي. طيب ما اتقلتش ما اتقلتش والدنيا لسه بايظه, تخش على المرحله الثانيه اسمها كونسوليديشن او انتسيفيكيشن, وجي المرحله الثانيه من العلاج قالك ات بيجينز بتبدا وانس اللوكيميا از ان ريميشن, يعني بتبدا اما يكون في مرحله الايه الريميشن. قالك الهدف من ده من كونسوليديشن انتسيفيكيشن ثيرابي ده ان انت تقتل اني ليوكيميا سيلز ذات ريمين ان ذا بودي, يعني انت بعد ما عملت المرحله الاولى وقعدت تقتل في الخلايا وبعدين رحت جاي بدل المرحله الثانيه بنشوف هل في خلايا متبقيه ولا لا, الخلايا المتبقيه بتقعد تقتلها برضه. فيقول لك ايه كل اني ليوكيميكس بتقتل اي خلايا ذات ريمين اللي لسه موجوده في الجسم عند ممكن تحصل ريلابس ممكن تجيب تاني السرطان. عشان كده لما نيجي نعالج السرطان بنبص بنقتل كل حاجه حواليه, ليه؟ عشان لو خليه واحده سرطانيه كانت لسه موجوده وما شلناهاش ممكن تكون نفسها تاني, وانت عارف السرطان طبعا بيتضخم بسرعه بيتضعف بسرعه, بتلاقي ضعف 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 وتلاقيه يكتر ويعمل لك سرطان تاني, فانت بتقتل اي حاجه موجوده. طيب صلاه المغرب اخر حاجه المينتنس, انت العلاج اللي هم محافظين للمرحله الثالثه, الهدف من انت تقتل اي بكتيريا لسه موجوده ذات مير جرو اللي ممكن يحصل لها ريجرو يعني يحصل لها نمو بعد كده, ان ممكن تحصل ريلابس. ريلابس يعني ايه؟ يعني ان هي تيجي تاني. طيب اوفن ذا كانسر تريتمنت, احيانا علاج الكانسر ده اللي بندوره ار جيفن ان لوور دوز من دي في جرعات قليله ذان زوس يوزد ديورنج ريميشن, ده بنديه جرعات قليله عن اللي بنديه في الريميشن اندكشن او كونسوليديشن. يعني في المرحله ديت في المينتنس بندي علاج خفيف شويه عن المرحله الثانيه والمرحله الثالثه. تمام المرحله الثانيه والمرحله الاولى, المرحله الاولى والثانيه بندي علاج كبير شويه, في المرحله الثالثه بنبدا نخفف الجرعات. نوت تيكنج ميديكيشن از اوردرد از دكتور دورينج ثيرابي انكريز ذا شانس ذا كانسر ويل كم باك, يعني ايه؟ قال لك لو حضرتك ما خدتش لو الطفل ده ما خدش العلاج زي ما الدكتور طلب من الممرض ان انت تقوله اثناء مرحله المنس اثناء المرحله ديت, ده بيزود فرصه ان الكانسر يرجع تاني السرطان يرجع تاني, فحضرتك الواد ده لازم ياخد العلاج. وقال لك المرحله ديت اسمها الثاني كونتينيوشن ثيرابي فيز, مرحله الاستمرار العلاج. طبعا عندنا ثلاث مراحل, مرحله اولى مرحله ثانيه ومرحله ثالثه. المرحله الاولى دي مالها؟ بنقتل اي ليوكيميا سيلز اي خلايا سرطانيه موجوده في الدم وفي النخاع العظم. تمام وده بيخلي العيان ان هو يخف شويه. بعدين بنخش في مرحله ثانيه بنقتل اي خلايا سرطانيه موجوده لسه موجوده بعد ما عملت المرحله الاولى.
تمام. بعدين المرحله الثالثه بتقتل برضو اي خلايا لسه موجوده ممكن يحصل لها ريجرو يعني تنمو بعد كده وتدي ريلابس، ريلابس يعني رجوع السرطان يرجع تاني، بنقتلها خالص. بتدي جرعات في المرحله دي وجرعات قليله عن الجرعه، عن الجرعه بتاع المرحله الاولى والمرحله الثانيه بس كده. ده الايه؟ ده العلاج. كده خلصنا الايه الثلاث مراحل بتوع العلاج. نخش بقى على حاجه اسمها فور تايبس اوف ستاندرد سيمبلمنت ار يوزد، يعني بنستخدم اربع حاجات في علاج الاكوت لوكيميا اللي هو سرطان الدم. اول حاجه الكيموثيرابي، علاج الكيماوي. علاج الكيماوي ده كانسر تريتمنت، علاج الايه؟ علاج السرطان. بنستخدم ادويه عشان نوقف نمو الكانسر، نوقف نمو الكانسر خالص اللي هو السرطان، خلايا سرطانية يعني، عن طريق ان انت تقتل خلايا السرطانية او ان انت توقف زير ديفاين، توقف تضاعفها ان هي بتتضاعف يعني، تمام. يبقى العلاج ده بنستخدمه عشان نقتل البكتيريا او نوقف تضاعفها. طيب قالك اما الكيموثيرابي ستيكن باي ماوس، اما تيجي تاخد الايه علاج اللي هو الكيمو ده عن طريق الفم او عن طريق الحقن في الفين او المصل يعني في الوريد او الايه او في العضل. الدراجز انتر بلاستري، الدواء بيخش طبعا فين؟ في مجرى الدم، عندي ادي الى كانسر سيلز وادي الى عند ريتشن وكانسر سيلز، وبيوصل لايه؟ لخلايا سرطانيه. سرود اوت ذا بادي، بيوصل لخلايا سرطانيه عن طريق ايه؟ عن طريق الجسم. في حاجه اسمها سيستميك كيموثيرابي. يعني ايه سيستميك كيموثيرابي؟ يعني العلاج الكيمو ده بيوصل لكل جزء في الجسم، ما بيوصلش مثلا لو انت عندك سرطان في الليفر، في الكبد، عندك سرطان مثلا في الطحال، العلاج الكيمو بيروح يقتل خلايا السرطانيه اللي موجوده في الكبد وبينتشر كمان في الجسم، ممكن يروح للمخ، ممكن يروح للرئه، ممكن بيقتل اي بكتيريا في الجسم، اي خلايا في الجسم. ليه؟ عشان هو علاج سيستميك، علاج بيخش على اي حاجه، تمام. طيب هو الكيموثيرابي از بليس دايركتلي انتو ذا سيربو سبان فلويد. لو انت بقى حطيت علاج الكيمو ده مباشره في السيربو سبان فلويد، يعني في الفلويد، في السائل الموجود حوالين المخ والحبل الشوكي اللي اسمها انترا سيكل، حقنها في ظهره يعني. ان اورجان اور ابودي كافيتي ساتش ابدون، او حطيته في اورجان في عضو او بودي كافيتي او تجويف في البطن زي الابدومن، تجويف في الجسم زي الابدومن زي البطن. قال لك ذا دراجز مينلي افكت، يعني الادويه ديت بتاثر على افكت الكانسر سيلز ان ذوس اري، بتاثر على او بتجيب نتيجه مع الخلايا السرطانيه الموجوده في هذه الاماكن، اسمها ريجنال كيموثيرابي، تمام. طيب بعدين قال لك ايه كومباينيشن كيموثيرابي از تريتمنت يوزنج مور ذان وان انتي كانسر دراجز. يعني ايه كومباينيشن كيموثيرابي؟ كومباينيشن كيموثيرابي يعني ايه؟ يعني علاج كيماوي عامل ميكس. ميكس يعني ايه؟ يعني جبت علاج كيماوي ديت ادويه كتيره، بجيب مثلا كذا دواء علاج كيماوي، مثلا دواء اسمه محمد ودواء اسمه حسين ودواء اسمه فؤاد، وحطيت ثلاث ادويه مع بعض، عملت كومباينيشن، عملت ميكس ما بينهم واديتهم للعينين. فبقول لك كومباينيشن كيموثيرابي معناها استخدام اكتر من انتي كانسر دراج، يعني دواء ضد الكانسر، تمام كده. فانت عرفت الدواء بيتعمل ازاي. طيب ده الكيموثيرابي. طبعا انت يعني بتعمل ايه بقى في الامتحان؟ انت ما بتشرحش، انا بشرحك عشان تفهم. انت بتعمل ايه؟ بتحفظ الاربع خطوات اللي هنمشي عليها. هيمشي علاج كيماوي، هيمشي علاج اشعاعي، هيمشي حاجه اسمها كيموثيرابي وستيم سيل ترانسبلانت، يعني علاج كيماوي مع زراعه خلايا جذعيه، واخر حاجه ستارجت ثيرابي، علاج ايه؟ مستعجل، تمام. طيب بس كده اللي انت بتعمله، ده اللي انت بتحفظه، ده اللي انت هتحفظه. لكن ما تجيش بقى تقعد تحفظ ده كله، هادي اوعى تحفظ الكلام ده كله، تمام. طيب كده خلصنا من علاج الكيماوي. العلاج الاشعاعي، طبعا الطفل ده بياخد علاج اشعاعي، او ممكن ياخد علاج اشعاعي. قال لك العلاج الاشعاعي از كانسر تريتمنت، وعلاج للكانسر بنستخدمه هاي انرجي اكس راي، بنستخدم اشعاعي اشعه عاليه الطاقه اور اذر تايبس او انواع ثانيه من الاشعاع عشان نقتل الكانسر سيلز، عشان نقتل الخلايا السرطانيه، اور كيب زيم فروم جروينج، او ما نخليهمش الخلايا السرطانيه ما تخليهاش ايه اللي هي تنمو يعني. طبعا عندنا كام نوع من الاشعاع؟ انواع اشعاع داخلي خارجي واشعاع داخلي، اكسترناليزيشن ذيرابي واشعاع داخلي. اجل الاشعاع الخارجي ده بنستخدم ماشين. يعني ايه اشعاع خارجي؟ يعني انت بتوجه الاشعاع من بره الجسم، حلو. اشعاع داخلي يعني جوه الجسم. قالك يوز ماشين اوت سايد، تستخدم اله كده بره الجسم تو سند راديشن، ترسل اشعاع تجاه الكانسر. انت عندك مثلا عنده سرطان مثلا في الجسم زي الكبد اي حته يعني، انا هنتكلم دلوقتي عن سرطان اللي هي الدم يعني. انا بقول لك مثلا عنده سرطان في حته معينه، بتجيب جهاز اشعاع من بره كده وتوجه الاشعاع على المكان ده. ده لو ايه؟ ده لو اكسترنال. ده لو انترنال، قالك بيستخدم راديو اكتف سبستانس، يعني مواد اشعاعيه سيلد ان نيدلز، موجوده في النيدلز، موجوده في ابر
سيدز او حقن كده وايرز او اسلاك او كلسترز او قسطره ذات بليس دايركتلي بتحطها مباشره انتو اورين كانسر يعني في الكانسر او من غير الكانسر. وفي دي اسمها حاجه اسمها اشعه تداخليه ديت تخصص حلو جدا في الطب يعني ممكن واحد يخش ربع ساعه دكتور يخش ربع ساعه ممكن ياخد في العمليه 85000 جنيه 100000 جنيه 150000 جنيه ليه والدكتور عشان يعمل ربع ساعه ده من اصله عشان يوصل ان هو يعمل ربع ساعه ديت قاعد يدرس ما يقرب من 15 سنه في المجال ده عشان ياخد ال 85000 جنيه في ربع ساعه ده بيعمل ايه بيخش بقسطره كده او ابره ويخش ويقعد يمشي ما بين البلاد فيزلز او عدم ويمشي يمشي يمشي لغايه ما يوصل لمكان مين مكان الكانسر السرطان وجاي حقنه بالاشعاع تمام وجاي ايه السرطان ممكن يموت يعني ان شاء الله يعني تمام ده ايه ده انواع الاشعه بقى اشعه خارجي بنستخدم حاجات من بره الجسم مش اشعه داخلي بندخل الاشعه جوه الجسم. طيب كيمو ضرب بقى وستيم سيل ترانسبلانت يعني بتستخدم علاج كيماوي مع ستيم سيل مع زرع خلايا جذع جديد. قال لك الكيمو ضرب ان سام تايمز تو فيديو ريدريديشن وعلاج الاشعاعي الكامل للجسم ار جيفن من الدي عشان نيتل طبعا الكانسر سيلز. قال لك هيلثي سيلز الخلايا اللي هي الصحيه انكلودنج بلاد فورمنج سيلز اللي هي بتكون الخلايا اللي هي بتكون اللي موجوده في الدم ار اولس ديسترويد باي كانسر تريتمنت. يعني حضرتك لو انت استخدمت الكيموثيرابي واستخدمت الاشعاع الاثنين دول بيقتلوا الخلايا الصحيحه السليمه وبيقتلوا كمان الخلايا بتاع الكانسر بيقتلوا الاثنين. عشان تقول لك الكيموثيرابي ده اللي هو علاج الكيماوي عباره عن علاج سيستميك يعني بيروح لكل الانظمه اللي في الجسم فطبعا كل الانظمه في الجسم فيها سرطان يعني في جزء معين في سرطان في جزء لا ما فيهوش فالمعالج ده بيروح بقى للمناطق اللي فيها سرطان واللي ما فيهاش سرطان بيقتل الخلايا الاثنين بيت الخلايا اللي فيها سرطان واللي ما فيهاش سرطان بيقتلهم الاثنين مع بعض تمام. طيب قال لك ستيم سيل ترانسبلانت بقى اللي هو زرع الخلايا الجذعيه ديت ده علاج ترولابس عشان يستعيد البلاد فورمنج سيلز الخلايا اللي بتكون دم. انت طبعا انت قتلت الخلايا الفيروسيه او قتلت الخلايا بتاع الكانسر وقتلت الخلايا العاديه اللي هي السليمه الصحيه فدلوقتي انت مفيش خلايا في الجسم بتعمل ايه؟ تروح انت زارع خلايا جذعيه، قلت لك خلايا جذعيه بعد كده بتتطور وتتكون بقى خلايا كرات دم الايه؟ حمراء والبيضاء والبليتليت والليمفويد والكلام ده. فانت بتزرع مكان يعني بتقتل كل الخلايا سواء طبيعيه سواء كانسر وتزرع مكانها خلايا ثانيه والخلايا الثانيه ديت بتكون بعد كده الخلايا اللي هي الصحيه. فالستيم سيلز اللي هي الاماتشور بلاد سيلز اللي هي خلايا الدم اللي غير ناضجه ديت ار موفد فروم بلاد بنشيلها من الدم. اور بومر اوف البيشنت او نشيلها من البومر بتاع العيان از ا دونر ان اور ا دونر او من الدونر اللي هو اللي هو المتبرع اندر ار فروزن بنحطها في الثلاجه وستود ونخزنها حلو. طيب بعد كده قالك افتر ذا بيشنت كومبليت كيموثيرابي بعد كده اما العيان يكمل العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي ذا ستور ناخد بقى اللي احنا الخلايا اللي احنا خزناها ستورد ستيم سيلز خلايا الجذعيه اللي احنا خزناها ار سولد بنسحبها اند جيف باك ونديها تاني للعيان عن طريق ان انفيوجن عن طريق ايه عن طريق مثلا الحقن. وبعد كده قال لك ايه ذيس ري انفيوزد ستيم سيلز جرو هذه الخلايا الجذعيه اللي انت حقنتها في جسم الشخص اللي هو عنده السرطان اند ريستور واستعادها يعني ذا بودي بلاد سيلز بيعمل ايه بيؤدي الى ان الخلايا دي بتنمو وبتكون اجسام الايه اجسام الدم خلايا بتاع الدم. ستيم سيل ترانسبلانت از ريلي يوزد يعني اللي هو حقن الخلايا الجذعيه ديت او زرع خلايا جذعيه ديت ريلي يوزد يعني ايه يعني نادرا جدا ما بنستخدمه از انيشال تريتمنت كعلاج بدائي للاطفال ادوسنس واللي عندهم اكوت ليفود لوكيميا. فواحد يقول لي بقى يا دكتور طب ما ليه ما قتلت يعني ما استخدمش العلاج ده من الاول؟ لا احنا لازم نقتل الخلايا السرطانيه في الاول وبعد ما نقتل الخلايا السرطانيه عن طريق الاشعاع وعن طريق الكيموثيرابي عن طريق العلاج الكيماوي ندي بقى الخلايا السليمه تتكون تاني. قال لك ات از يوزد مور اوفن استخدمها اكتر من مره از بارت اوف تريتمنت كعلاج من الاكود ليمفويد لوكيميا ذات ريلابسس اللي ممكن يرجع تاني الاكود ليمفويد لوكيميا كمز باك افتر تريتمنت بعد ما بعد ما انت عالجت السرطان ممكن يرجع تاني فاحنا بنستخدمه تاني. طيب قال لك بيعمل بقى لك ستيب 1 ستيم سيل ترانسبلانت ستيب 1 يعني الخطوه الاولى بلاد ستيكنج فروم افين تاخد الدم من الوريد بتاع الارب اوف دونر الوريد اللي هو الشخص اللي هو المتبرع وبعدين بلاد فلو انوف ماشين سولار ماشين وبعدين بلاد الدم ده بيتضاف كروح لاله ذات الموف ستيمز الاله ديت بتاخد من الدم ده الخلايا الجذعيه حلو. بعد كده قال لك بعدين البلاد ده از ريتيرند تو ذا دونر بعد الدم تاني بيرجع للدونر اللي هو المتبرع عن طريق الفين عن طريق برضه الوريد او انزا ازر ارم في البتاع التاني.
يعني بتعمل ايه؟ بتاخد الدم، واحد متبرع عايز يجي يتبرع بخلايا جذعيه لواحد عنده كانسر، حلو، نعمل معاه ايه المتبرع ده؟ اقول له يا عم الحاج اقعد ونوصل جهاز، حلو، الجهاز ده ليه خرطومين، خرطوم في ايده وخرطوم في ايد التاني، الايد الاولانيه هناخد منها الدم ونطلع بره نفصله وناخد الدم ده ناخد منه خلايا جذعيه ونرجع تاني الدم ده للشخص المتبرع ده عن طريق الايد التانية، حلو كده؟ حلو. بعد كده قال لك البيشنت ريسيفز كيموثيرابي، العيان بقى اللي هو عنده الكانسر بنديله علاج كيماوي عشان تقتل الخلايا اللي بتكون كانسر، ذا بيشنت مي ريسيف راديشن، وممكن نديله علاج اشعاعي. بعد كده نوت شون يعني مش معروف، نوم يعني انت ممكن تديله علاج كيماوي علاج اشعاعي عشان تقتل الكانسر سيلز. بعد كده بعد كده ايه اللي بيحصل بعد كده؟ قال لك بيحصل بعد كده ذا بيشنت ريسيفز، العيان بقى بياخد الستيم سيلز، بياخد الخلايا الجذعيه ديت عن طريق قسطره بنحطها في الدم في فيزل في الشيست في الايه؟ في الصدر. احنا عملنا ايه؟ جبنا متبرع وجبنا العيان. المتبرع هناخد منه الخلايا الجذعيه، تاخد منه الخلايا الجذعيه ازاي يا عم الحاج؟ صلاة المغرب. عن طريق ان انت تحطه على جهاز، الجهاز ده يسحب الدم ويفصل الخلايا الجذعيه من الدم كله ويرجع تاني الدم للمتبرع، بس احنا خدنا من المتبرع مين؟ خلايا الجذعيه. حلو. كده يا عم الحاج المتبرع قوم روح. تعالى يا عيان. عيان انت المفروض عندك خلايا سرطانيه، نعمل فيها ايه؟ هنقتلها. نقتلها ازاي؟ نديك علاج كيماوي علاج اشعاعي. فالخلايا السرطانيه اتقتلت بالخلايا الطبيعيه الموجوده في العيان ده، فالعيان خلاص الخلايا السرطانيه والخلايا الطبيعيه ماتت، فنديله بقى احنا الخلايا الجذعيه اللي احنا خدناها من مين؟ من المتبرع، نديها له تاني عن طريق قسطره، تمام كده؟ ده اسمها كيموثيرابي وستيم سيل ترانسفورت. برضه ما تحفظش الكلام ده، انت الكلام ده بتفهمه مني عشان لو جالك في الامتحان كان مسوكه ولا حاجه. تارجت ثيرابي يعني علاج، تارجت يعني علاج هدفي، ده عباره عن تريتمنت، عباره عن علاج بيستخدم ادويه اند اذر مواد ثانيه تو ايدنتيفاي عشان يعرف واتاك ويهاجم سبيسيفيك كانسر سيلز، يعني خلايا سرطانيه محدده، ويزود هارمنج نورمال سيلز بدون ما ايه؟ ما يقتل الخلايا الطبيعيه. انت عندك طبعا زي ما انا قلت لك العلاج الاشعاعي والعلاج الكيماوي دول بيقتلوا الخلايا الطبيعيه وخلايا الكانسر، لا، لكن العلاج ده بيقتل خلايا الكانسر بس، خلايا السرطان بس، ما بيقتلش الخلايا اللي هي الطبيعيه، تمام؟ ده حلو وده حلو، بس غالي جدا، فحت ردم جدا 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 يعني، غالي جدا، ممكن حقنه مثلا توصل لها مليون جنيه مثلا. مع يعني ده اللي انا بسمعه يعني، بس غالي جدا، تمام. طيب في انواع تانية من العلاج بنستخدمها دلوقتي في الكلينيكال كترات في الـ في الـ في التجارب الطبيه، انا حاجه اسمها كيميريك انجين ريسبتور، اللي اسمها كار تي سيل ثيرابي، علاج عن طريق تي سيل ريسبتور. المهم ده عباره عن ايه؟ قال الكار تي سيل ده ثيرابي، العلاج ده يعني ده اسم العلاج ماله، هو نوع من الاميونو ثيرابي، علاج من نوع من العلاج المناعي، زي تشينجز البيشنت تي سيلز، اللي بيغير التي سيلز الموجوده بتاع العيان اللي هو اتايب اوف اميون سيم سيلز، يعني لو التي سيلز يعني انت عارف ان هي نوع من الجهاز المناعي طبعا، سوزي ويل اتاك سيرتن بروتينز، اما بيغير التي سيل ده بيغير شكلها، وبالتالي الكانسر سيلز بيروح يهاجم بعض البروتينات اون ذا سيرفيس اوف الكانسر سيلز، على الكانسر سيلز، على الخلايا الايه السرطانيه، يبقى انت بتغير من شكل التي سيلز فيروح العلاج ده وجاي قاتل مين؟ قاتل خلايا السرطانيه. على التي سيل ار تيكن، خلايا اللي هي تي سيل بناخدها فروم البيشنت اند سبيشال ريسبتورز ار ادد تو زير سيرفيس، بنحط ريسبتورز على التي سيل، بناخد التي سيل من الجعيان نحط عليها ريسبتور معين، ريسبتور يعني ايه؟ يعني مستقبلات معينه على سطحها في المعمل، وبعدين كده احنا غيرنا شكلها، بعدين لما نغير شكلها قال لك التشينج سيلز ديت ار كولد كايميريك انجين ريسبتور تي سيل، يعني بنجيب التي سيل خلايا اللي هي تي سيل ونحط عليها ريسبتور اسمه كايميريك انجين ريسبتور اهو، حلو. وبعدين قال لك التي سيل ديت ار جرون ان ذا لابوراتوري، بنخليها تكبر في المعمل اند جيفن تو، مش بعدين نديها للعيان تاني، يبقى احنا بناخد من العيان ايه؟ تي سيل، ونحط على العيان ايه؟ ريسبتور معين بناخدها في المعمل ونكبرها، بعدين نحقن العيان تاني بالخلايا دي. بعدين قال لك الكار تي سيل ديت مالتي بلاي، يعني بتتضاعف في البيشنتس بلاد، في دم الجنين اند اتاك دم العيان اند اتاك الكانسر سيلز، وبعدين تهاجم مين؟ خلايا سرطانيه. الكار تي سيل ثيرابي از بينج ستادد، يعني بتدرس في تريتمنت في علاج التشايلد اكوت ليفيد لوكيميا، يعني في سرطان الدم بتاع الاطفال، ذات هاز ريلابسد كم باك ان سكند تايم، برضه بنعملها في العلاج لو الواد ده كان عنده لوكيميا سرطان الدم وعالجناه وجيت كي تاني كسكند تايم يعني مره تانيه، برضه بنديله كار تي سيل. على كارت سيل ثيرابي طيب نوع من العلاج اللي هو تش بيشنت سيلز تي سيلز ارجنت تو بلاد سيلز ويل بايند كانسر سيل اند كيل سيل، يعني الخلايا اللي هي التي سيلز ديت بنغيرها في المعمل، ولما نغيرها في المعمل لما يجي الكانسر يمسك فيها فايه تقتل الكانسر سيل،
هي من الاخر كده كارت سيل دي عباره عن ايه؟ بناخد العيان التي سيل بناخدها بره خالص ونحطها في المعمل، نحط عليها ريسبتور معين، بعدين لما تنمو في المعمل نرجع حنقلها للعيان تاني، فاقول خلاص سرطانيه تيجي تهاجم الخلايا ديت، فالخلايا دي عباره عن ايه؟ قتله مين؟ خلاص سرطانيه دي. ده علاج جديد معمول في السوق يعني، ده الليوكيميا تمام. النيرسنج انترفنشن بقى بتاع البلاد ان شاء الله الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله.